سلام الله عليكم، تحياتي. طبعا عدة أسئلة ممكن تنطرح، هل إحنا يعني نعيش لنأكل ولا نأكل لنعيش؟ طبعا إحنا نعيش لكي نعيش، مش إنه بنعيش عشان موجودين عشان نأكل. نفس السؤال، هل إحنا بدنا نتعالج، بدنا نركز على الشغلات اللي بدنا ناخدها ولا الشغلات اللي نوقف عنها؟ طبعا التوقف عن الأكل والشرب اللي هي عملية الصيام، صيام سموه زي ما بدكم، سموه صيام متقطع، صيام 8 ساعات، صيام 12 ساعة، صيام 24 ساعة، صيام شهر رمضان المبارك اللي هو أفضل نظام صيام، هذا طبعا مثبت والكل متفق على انه هو خطة علاجية، واول الخطط العلاجية لكل الامراض اللي بنعرفها، من اولها التهابات المفاصل، مرضى السكري، مقاومة الانسولين، الشحوم الزائدة والدهون اللي موجودة في جسمنا، مشاكل القلب والشرايين، لان الصيام حينظف الترسبات اللي موجودة وحيحرق السعرات الحرارية، كل المشاكل الدماغية والمشاكل العصبية، الصيام حيحسن من الوضع الصحي للتوصيلات العصبية تاعت الأعصاب، يعني حيزيد التركيز، حيزيد إفرازات الهرمونات، هرمونات الغدة النخامية، هرمونات الميلاتونين، هرمونات السعادة، هرمونات تخفيف الضغط النفسي، كله إعادة ترتيب، اللي هو الصيام، اللي هو الامتناع عن أكل أي شيء أو شرب أي شيء، هو اللي عالجنا. احنا مخلوقين مش عشان ناكل، احنا مخلوقين عشان نخاف انه ما يكون في طعام، هاي هي الغريزة تاعتنا، الخوف من عدم وجود الاكل، يعني انه مش الغريزة تاعتنا انه ناكل 3 مرات في اليوم، هذه مش في غريزتنا البدائية اللي مخلوقين عليها، الغريزة يعني الجينات تاعونا مش مبنيين ولا الاعضاء تاعت الجسم على انه ناكل 3-4 مرات في اليوم. الغريزة والاعضاء الجسم والنظام الهرموني في الجسم مبني على انه احنا بنخاف انه نجوع، ممكن انه يوم يومين ما ناكل، ففي حالة الجسم مجهز حاله لهيك احتمالات، وفي عنده قدر كافي من المخزون موجود في الجسم، سواء من الفيتامينات او من المعادن او من الشحوم او من الطاقة او من المياه المخزنة في داخل الخلايا الجسم. بقدر اوقف عن عدم اخذ المياه لمدة 3-4 ايام، بقدر اوقف عن الطعام لمدة 40-50-100 يوم، فيش اي مشكلة، ما بموت. هاي عندكم تجربة المعتقلين الفلسطينيين لما الاضراب عن الطعام اللي كان يوصل اكتر من 20 يوم ما يموتوا. الهواء بقدرش اوقف عنه اكتر من 3 دقائق، طبعا 4 دقائق. الاكسجين ضروري، بس انا اذا ما دخلت اكسجين وصمت حتى الصيام عن الاكسجين، هو صح على خلايا الدم الحمراء، يعني اني فقط اصوم اوقف النفس دقيقة بدون ما اخذ شهيق وزفير، احبس النفس اللي هو صيام لمدة دقيقة عن الاكسجين، هذا بيؤدي للجهاز العصبي والجهاز المناعي انه يحفز، بيوعز للكلى، الكلية في هاي الحالة بتفرز هرمون الارثروبيوتين، الارثروبيوتين بيروح على النخاع الشوكي بتوصله اوامر لانتاج 10 اضعاف كريات دم حمراء اللي تضخها للدم، اللي كريات الدم الحمراء اللي هي الهيموغلوبين اللي هي حاملة لذرات الاكسجين اللي بدنا ناخدها من الخلايا، اذا المواصلات اسرع صارت، الكمية كريات الدم الحمراء اكتر، ففي هاي الحالة بناخد اكسجين وبنحمل اكسجين اكتر وبنوصله للخلايا، فما بنشعر في النقص، هذا صيام الاكسجين. لما نصوم عن الطعام الاكل والشرب، الفوائد هذه كلها اللي حكينا عنها، لما نضم له صيام المياه الفوائد هذه بتتضاعف 3 اضعاف، لانه صارت عقدنا الموضوع على الجهاز العصبي وعلى الجسم، انه قطعنا المياه يعني جفاف، في الحالة الجسم مضطر انه يزيد عملية الاوتوفاجي
الاوتوفاجي اللي هي اكل الخلايا الضعيفه في الجسم. اي خليه ضعيفه بدنا نحن نستغلها، ناخذ منها البروتينات، هالاحماض الامينيه، هالاكسجين، ونعيد تصريفها. فهيك بناخذ المواد المطلوبه والمياه. في عندنا مخزون الشحوم، الشحوم اللي هو 10,000 سعرة حرارية موجودة ومخزنة، 10,000 يعني كديش هذه بدها تعطينا حاجة. في هاي الحالة الكبد هو العنصر المسؤول عن أخذ المخزون هذا، لأنه هو المخزن، هو اللي بخزن السكر بعد تحويلها لكولاجين في الكبد، وهو اللي بفرزها وقت الحاجة، بفرزها هالدهون بحولها لسكريات عن طريق طبعا مش الانسولين، عن طريق الجلوكاجون اللي هو الهرمون الثاني اللي يفرز من خلايا الفا من البنكرياس. هذا وظيفته انه يخلي الكبد يشيل هالشحوم ويشيل هالدهون اللي موجوده لسه داخل خلايا الكبد، وطلعها كطاقه من ناحيه سعرات حراريه للخلايا وسكر، وكطاقة من ناحية مياه كمان من هالخلايا هاي الدهنية. بعد ما يخلص من الكبد طبعا بعد أسبوع أسبوعين من الصيام بفرغ الكبد، بتنطفو الكبد من السموم. في هاي الحالة ببلش في الشحوم البيج والشحوم البيضة، بعدين اللي هي متركزة على الأرداف وعلى البطن. فالقصد من الموضوع جماعة الخير انه الشغلة مش اكل وشرب، العلاج في طرق تانية علاجية. يعني مش الشغلة بس اني اخذ فيتامينات، فيتامين دي، فيتامين سي، كل المكملات الغذائية، ادير بالي اني اخذ كل هذه كل يوم، باخذ لي 5-6 انواع فيتامينات، ملتي فيتامين، وانا شايف انه صار لي سنة باخذ، وانتوا اللي حكيتوا على الحكي هذا ومش شايفين اي تحسن. طب من كيف بده يصير تحسن؟ ما هو الشغله مش انه اخذ من برا وشغلات مش طبيعيه، شغله اني انا اجبر الجسم يصنع المواد هذه داخليا. احنا مش بحاجه انه ناخذ هاي المواد، المواد بحاجه لإلها بس بكميات بسيطه، احنا هيك اوريدي بناخذها ودايرين بالنا وفهمانين وعارفين كل شيء عن المواد الغذائيه. فيش حدا ناقصه اي معلومات، قديش اهميه السمك، قديش اهميه المكسرات، قديش اهميه الخضروات، قديش اهميه الحبوب الكامله، قديش اهميه كل هاي المنتجات، والكل داير باله وقدر استطاعته قاعد متقيد في هذه التعليمات. وفيش حدا ما بيعرف انه السكر مش كويس، وانه الزيوت القلي مش كويسة وبتسبب التجلطات وبتسبب السكري وبتسبب كل المشاكل الصحية، ولا الدخان ولا الأراجيل ولا هاي الأمور، كله معروف، ما في حدا ما بعرف هاي المعلومات. إذا المشكلة ما نضل نعيد ونكرر موضوع الأغذية وشو آكل عشان أطيب ومش عارف إيش. بتاخد طيب في طرق تانية، في التنفس، طب هذا متاح، طاقة طبيعية موجودة، أكسجين، انت بتقدر تتحكم في الكمية اللي بدك تاخدها عن طريق يا بتستخدم الطريقة العادية اللي اي واحد بيستخدم فيها التنفس والجهاز التنفسي بتاعه بطريقة انه يستخدم 20% منه من كفاءته، وال80% مش قاعد الهواء بينزل بس بوصل لباب الرئتين وبرد برجع بشهيق وزفير سريع بس ومش عميق. ففي هاي الحالة أنا مش مستغل هالطاقة هذه، وأكبر مضاد للأكسدة والخلية، كل الخلايا الجسم بدها هالأكسجين، هذه مش مهتمين لها، هذه على جانب، هذه مش أدوية، هذه ببلاش. الشمس، أشعة الشمس، أنا ليش أروح أدور وناقصني فيتامين د لأن راسي بوجعني، حاسس في إرهاق، بمرض كتير، برشح، بفلوس، معصب، ديبريشن، حالة نفسية سيئة، ألام عظام، ألام نبضات في القلب، تشنجات في العضلات، ناقصني فيتامين دال. طيب الحل يعني إني أروح
اخذ مكملات فيتامين د. طيب شو بعرفك انت هاي المكملات شو حتعمل تأثير على الكلية تاعتك؟ هل فحصت الكلى؟ هل فحصت الكبد؟ ليش ما فحصت الكلى والكبد في الاول وتأكدت انه فيش فيهم شيء؟ لانه هم اللي حيصنعوا، لا حيمتصوا ويصنعوا فيتامين د 3 اللي هو د الثلاثي الفعال. رحت فحصت مثلا الغدة الجرثقية، تأكدت انه فيش في نشاط في هذا الهرمون، عشان هيك قاعد بصير في عندك هشاشة عظام. انت تروح تاخذ كلس وتاخذ الفيتامين د بشكل خارجي اللي هو مش حي صعب انه يمتص اول شيء، واذا امتص ودخل مجرى الدوره الدمويه صعب في هالمواد المركبه اللي موجوده في هذه المكملات انها تدخل على الكبد وتدخل على الكلى وتحول بالطريقه الطبيعيه، لانه مش طبيعي، لانه مش طبيعي ولا يدوم، ولا يدوم، يعني يدوم ليوم واحد. عشان هيك هاي الفيتامينات عشان الاستهلاك يكون بسرعة ويوميا، لازم حبتين ثلاث يوميا، حبتين ثلاثة. فيتامين د 3 الطبيعي من أشعة الشمس هذا بيظله أقل شيء 3 أيام موجود في داخل الخلايا من فعاليته، ومحتفظ في فعاليته 3 أضعاف الفيتامينات التالية. على كل، طيب الشمس موجودة، مجرد ان اتعرض للشمس نص ساعة في اليوم، نص ساعة مش شرط اكشف اكتر من منطقة الرقبة، منطقة الوجه، القرنية، البس النظارة طبعا اللي في عنده حساسية من الضوء واشعة الفوق بنفسجية، هذه من اشعة الشمس، منطقة الرقبة من الخلف، الرجلين. قديش قلنا لكم بدكم تعملوا تمارين، اطلعوا برا في الشمس اعملوا التمارين واعملوا الحركات واعملوا التمارين بس في الشمس عشان تاخذوا كمان فيتامين د. ان نطلع وناخذ حمام شمس او نقعد في الشمسات من الساعة 10 للساعة 12، لأنه كمية الألترا فايلت هذه الأشعة اللي هي بتنتج بتفعل فيتامين د بتكون موجودة، هذه موجودة. مش معنى هذا إني بس عشان من 10 ل 12، طبعا أنا بقدر الصبح، بقدر فترة المساء، في أشعة تانية، يعني مش بس فيتامين د إحنا بناخذ من الشمس اللي هي طاقة مهدورة ولا بنستغلها، بنروح للمكملات. فالقصد من الموضوع انه اذا عندي هشاشة عظام اهم شيء اني اتحرك واعمل اهتزازات اللي اقوي العظام والخلايا العظمية انها ترجع تبني لوضعها الطبيعي، مش اروح افكر انه الموضوع نقص فيتامينات ومعادن واخذهم وسكروا لي الكلى ويعملوا لي حصوة في الكلى ويعملوا لي جلطة قلبية وخشوني في الشرايين. الشغلة الثانية، مش إذا عندي انقباضات في العضلات وتشنجات وانزلاقات غضروفية في الظهر أفكر إنه أوكي الشغلة ناقص مغنيسيوم وناقص بوتاسيوم وناقص فيتامين د وناقص فيتامين سي وناقص زنك وناقص بورون وناقص أي، هي هاي العناصر هي اللي خلت الديسك ينبعج ويفتح، ولا حنيتك الخطأ وقعدتك الخطأ هي اللي صارت عملت الانبعاج هذا. طيب هل هذه الفيتامينات هي حتسرع من عملية البناء وبناء الغضروف ظريف والتغاء العضلات، بس هي حضرتها حتيجي وتعمل عملية دفعة للغضروف انه يزيح عن هالعصب وحل الضغط عن العصب؟ هل يعني هاي الفيتامينات والمعادن بغض النظر حدي تعمل زكة او ازاحة للغضروف وترجع الغضروف لوضعه الطبيعي وتعمل اصطفاف للفقرات في الوضعية الطبيعية وتعمل تقوية للعضلات عشان تقوى أكثر وتقوي العظام اللي هي بتشكلها الجسم كله والعمود الفقري والفقرات؟ هل هي الفيتامينات والمعادن والمكملات هي اللي حتسوي الشغل هذا، ولا هي حتكون فقط عنصر مساعد للعلاج؟ بس العنصر الرئيسي في العلاج بيظل موضوع الحركة، موضوع المشي، موضوع الاهتزازات،
اللي احنا بنسويها واللي هي اساسيه في عمليه اعاده البناء، سواء العظام ولا المفاصل ولا الغضاريف، وضروريه لتنشيط حركه الدوره الدمويه. احنا لما نتحرك اذا في عندنا 3 مرات او 4 مرات اكثر، واحنا حركات بسيطه في الدوره الدمويه، كل ما ارتفعت دقات القلب وسرعه التنفس والضغط ارتفع، في هاي الحاله انه الدوره الدمويه اشتغلت افضل، لانه دائما مع الجهد البدني الضغط حيرتفع 180 200، بس هذا وضع طبيعي، حيرجع شوي شوي للوضع الصح. هذا تمرين للضغط، هذا تحريك للكولون. يعني هل في اي احتقانات في عضلات الكولون اللي هي عضلات ملساء بتتحرك بشكل ليلا نهارا في حركات لولبية؟ ماشي الحال. هلا انا اذا قعدت وما تحركت، ما وقفت، ما جبدت هالامعاء، ما مشيت، ما عملت لي بعض الحركات، بصير عندي خشونة في العضلات هذه، بصير في عندي تلبك في العضلات، بصير في عندي ركود في الفضلات، بدل ما فترة خروج الفضلات تقعد لها 8 ساعات 10 ساعات، في الحالة هتقعد لها 20 ساعة، وهي الفضلات هذه اللي هي سموم موجودة في الجسم، مش عشان تظلها يومين 3 أيام وإحنا عندنا إمساك لأنه ظلنا قاعدين. يعني هل فيتامين د وفيتامين سي والبوتاسيوم والمغنيزيوم والصوديوم ولبان الذكر والقرنفل والنعناع والزعتر والبابونج واليانسون حيحلوا لي مشكلة الإمساك إلا إذا قمت اتحركت وصرت أرفع إجري وأعمل تمارين وأعمل حركة ونشط وأحني ظهري لورا وأعمل حركات هيك اللي أخفف منها الخشونة؟ يعني شو اللي حيجيب نتيجة؟ الحركات والمشي والهمة والمشي والهرولة لواحد عنده إمساك على السريع، الأعشاب هذه بتجيب نتائج، بس إذا أخذت الأعشاب حتجيب نتائج، بس حيكون قديش في المية؟ 30% إذا أخذت الريحان أو النعنع أو الزعتر أو البابونج أو اليانسون وعندي إمساك، حتجيب لي تخفيف، حتخفف لي الأعراض، بس اللي حيقضي لي على الأعراض 70% إني أقوم أتحرك وهرول وأعمل تمارين شوي ولين هالأمعاء والأعصاب، في هاي الحالة بنتهي من المشكلة. يعني الشغلات هذه مساعدة بس هي مش العلاج اللي احنا لازم نركز عليه، احنا نركز على العلاج الرئيسي ونخلي هاي الأمور تساعدنا في مرحلة العلاج عشان نكون فاهمين على بعض. بس إذا في بعض الأمراض الحالات المرضية بحاجة لدفعة قوية إنه يساعدهم لعملية شفاء قوي، ففي هاي الحالة لازم ياخدوا مكملات وفيتامينات وشغلات اللي ناقصتهم. هذا ما بيجي من على كيفنا، بهذا بدنا نروح على واحد دكتور مختص يفحصنا ويشوف هل شو بالضبط اللي بدنا اياه ويعطينا حسب حاجتنا، ولازم تكون هاي الحاجة فقط لمرحلة انتقالية ما تتعدى ال3 أسابيع. إذا ال3 أسابيع وظليتكم تاخذوا هالمكملات وهالفيتامينات الخارجية اللي هي بمثابة شغلات خارجية بتخلي الجسم والنظام الحيوي عندنا في الجسم يوقف على جنب، يعني الغدة الدرقية بتوقف، الكلية بتبطل تعمل لا فيتامين د ولا بتبطل تعمل تنشط الدم وتعمل كريات الدم الحمراء لأن صرنا ناخذ حديد ولا مش عارف ايش عشان في عندنا أنيميا، واحنا مش عارفين انه المشكلة مش في الحديد، المشكلة في الكلية اللي ما بتصنع الهرمونات اللي بتعمل الهيموجلوبين. نشوف حالنا الكورتيزول صار يطلع يخف عنا، الغدة الكظرية الفوق كلوية صارت تخف من عملها، صرت أشعر في التهابات أكثر، في آلام أكثر، بروح باخذ كورتيزون، هرمون خارجي، كورتيزون اسمه الطبيعي الكورتيزول، الصناعي الكورتيزون. الكورتيزون أخذته من برا هيعمل نص فعالية الكورتيزول الطبيعي من ناحية الفعالية، وحيعطي مضاعفات مش زي الطبيعي، الطبيعي ما بيعطي مضاعفات، الطبيعي الكورتيزول الطبيعي مهم أكثر، مقاوم للالتهابات ومخفف للالتهابات ومنشط
اللي هو الكورتيزول، بس ارتفاعه طبعا بيؤدي للأعراض التانية اللي هي احتباس المياه وتجمع السكر وتجمع الكالسيوم في مجرى الدورة الدموية. هون الخطورة في الكورتيزول، وكمان بيرفع الضغط، بيرفع الضغط لأنه بيهيج الجسم وبيهيج الجهاز العصبي. فأنا إذا بدي أخذ المسكنات ولا بدي أخذ الكورتيزول الصناعي ولا بأي شيء عشان أبدل الهرمون الطبيعي اللي موجود في جسمي، وهو جسمنا كله هرمونات، في هالحالة أنا بضعف الغدد الصماء كلها، سواء بضعف ومش بس هيك، أنا بخربط النظام الحيوي بين كل هالأجهزة وكل الهرمونات، كلها بتشتغل مع بعض. يعني الشغلة مش بس إنه والله آخذ فيتامين دال، فيتامين دال بمر من 20-30 مرحلة عشان يوصل لفيتامين دال الفعال اللي أنتم ممكن تستغلوه. نفس الشيء التي 4 والتي 3، نفس المرحلة ونفس الأعضاء اللي سبحان الله اللي بفعلوا هذه الهرمونات القوية واللي احنا بنحتاجها. يعني عندكم الثايروكسين وعندكم فيتامين د اللي هو يعامل معاملة هرمون، هدول بتفعلوا في الكبد، بالكلى، بالأمعاء والقولون، بالمرارة، هاي المناطق اللي تفعل فيها. تفعل فيها ليش؟ كيف يعني تفعل؟ يعني بناخذ ذره من هالثايروكسين، ذره يود، بصير في عندنا تي 3. تي 3 بيكون كد فعاليته اقوى من التي 4 لانه اخف شويه بعشرات الاضعاف. والذره اليود هذه تستغلها الكلي وبتستغلها الكبد وبتستغله المراره وبتستغلها الامعاء لا عملية الهضم والعمليات الحيوية الشغالة في هذه الأعضاء الداخلية. نفس الشيء فيتامين د، الأمعاء، الكبد، الكلى، يعني هذه هي اللي بتصنع فيتامين د 3، مش فيتامين د 2 اللي بناخده عن طريق المشروم أو الفطريات، الأسماك، كبد الحوت، زيت كبد الحوت، هذه ممكن تاخذوا منها دي 2 اللي هو مش فعال بدرجة دي 3. دي 3 10 أضعاف فعالية أكثر، ودي 3 الطبيعي اللي جاي من أشعة الشمس من الألترا فايلت، مش الفيتامين د المكملات. في فرق كبير بينها وبينها، اتفقنا؟ الشغلات الثانية اللي بتفكرونكم بحاجة لإلها، ما انتو بتاخدوها بصحن سلطة، صحن سلطة، صحن سلطة بتعطيكم مغنيسيوم، بوتاسيوم، فيتامين سي، بتبقوا حاطين ليمون وطحينية ومش عارف ايش، هذه كفيلة انها تعطيكم. هاي هي المكملات، المكسرات هذه هي المكملات الصح، الفواكه الطبيعية الفريش فكشورها زي التفاح والموز، هاي هي المكملات الطبيعية بدون مبالغة طبعا. الحبوب الكاملة بكشورها هذه فيتامينات B12 وB3 وB4 وB5 مع الأسماك، هذه المكملات الطبيعية اللي حتساعدكم بمقدار بسيط مرة مرتين في الأسبوع. هذا هو اللي بدنا إياه، احنا ما بدنا نأكل، احنا بدنا نتعافى ونتشافى، والتشافي والتعافي إننا نبطل نأكل، يعني إننا نصوم ونخفف من أكلنا، نخفف من هالشحوم. في شحوم أكثر معناته فيش فيتامين د، يعني فيتامين د اللي موجود في جسمنا ومخزن يسحب ويشفط لها الدهون هاي، لأنه فيتامين د يذاب في الدهون. ففي الحالة الدم ما في فيتامين د، العظام ما فيهم فيتامين د، وين راح فيتامين د؟ محوش في هالشحوم اللي موجودة في جسمنا. وبعدين كل ما ارتفع السكر معناته كل ما ارتفع الانسولين، معناته كل ما استهلكنا بشكل كبير من الهرمون دال اللي موجود في جسمنا ومخزن. احنا بتخزن في جسمنا لفترة طويلة، فترة الشتوية كلها فيش فيها فيتامين دال من شهر 11 لشهر 2. ففي هاي الحالة في مخزون داخلي، بس هذا المخزون قاعدين بنسحب فيه الكحوليات، بتسحب الضغط النفسي، الكورتيزول،
بيسحب من فيتامين د من هالمخزون. الفشل الكلوي طبعا فيش فيتامين د، مشاكل تشحمات الكلى الكبد فيش فيتامين د، لانه مش حيصنع بشكل طبيعي لانه في فشل في عمل الكليه بنسبه معينه او بشكل كامل او الكبد. يعني وين ما تروحوا تلفوا وتدوروا وتلفوا وتدوروا بترجعوا لنفس النتيجه، نفس النتيجه انه مش بحاجه احنا اكثر شيء للاغذيه وللفيتامينات وللمعادن، واذا ولا بد بناخذها بشكل طبيعي من هالمكونات الطبيعيه. بس الاساس اللي احنا نركز عليه الشغلات الثانيه اللي هي كمان ببلاش ما فيها فلوس، يعني الشمس ما ببلاش، الهواء والاكسجين ببلاش، الحركه والتمارين والجهد البدني في البيت والتعزيلات الحركه مقصود في الحركه، مش بس يعني انه القصد تروحوا تعملوا تمارين، حركه حركه حركه، تنظيفات تعزيلات في البيت، المهم انه نوقف ونعمل اي حركه بدنا اياها، هذا كله حركه. هذه اللي حترجع لنا النظام للوضع الطبيعي وحتخفف الآلام اللي حتعالج الانزلاقات الغضروفية وتشنجات العضلات وكل هذه المشاكل اللي بتعانوا منها، مش انكم تروحوا تدبولي في المنتجات او المكملات والفيتامينات اللي هي مش حتفيدكم. وهذا هو الرد تاعكم، يعني انا سأل السؤال هل فادت؟ وقفت الانزلاقات، وقفت آلام الظهر بعد ما أخذت فيتامين د وكذا ومش عارف إيش. الكل قال لا ما فادت والأعراض لسه زادت، أكيد مش حتفيد لأنه أنتم ما عالجتوا المشكلة من أصلها، بس حتكون مكملات زي هيك بشكل طبيعي. شمس، هواء، وحركة، يعني هاي 3 وصفات، هدول لأي واحد لازم تكون موجودة، سواء كان عنده مشاكل أو آلام زي إنه يعمل عملية مينتنانس، إعادة تجديد لهالخلايا بشكل صحيح، تنظيف، تجهيز، أو إذا واحد عنده أي مشكلة. طبعا التنفس والحركة وأشعة مع أشعة الشمس اللي هي بتاخدوها 3 in 1، يعني في الفترة الصباحية زي ما حكينا بتطلعوا بتتمشوا بس نص ساعة أو مجهود بدني خارج برا، سواء تعزيل في الحدائق أو أي شيء، بس المهم يكون تحت أشعة الشمس بشكل مباشر بدون ما يكون تحت مظلة أو في الفي أو في الكزاز. في الحالة بتاخدوا كمية أقل، بس بدكم تزيدوا الكمية اطلعوا من 10 لل11 لل12، وخذوا معكم مية، ضلكم تشربوا مية إذا ما كان في رمضان لأنكم حتشعروا في الجفاف، بس في هالحالة حتنشطوا الحرك وحتنشطوا فيتامين د مع عملية الصيام، هذا حيتنشط ويتفعل بشكل كبير. شكرا لكم، تحياتي لكم، بلشوا تشمسوا من اليوم الطالع.